اهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رجا توكينج لايف. اليوم انا بحكي معكم كالمدير التنفيذي لمنظمه شيفت تو شاين، وهي منظمه كنديه غير ربحيه مسجله على المستوى الحكومه الفيدراليه. الهدف تبع شيفت تو شاين انه احنا ننشر الوعي والثقافه والادراك في المجتمع الكندي، ونعمل كمان على تطوير المهارات الذاتية علشان إحنا نوصل لأعلى المستويات ويكون عنا روابط مجتمعية وعائلية قوية. بدي أحكي عن موضوع الكورونا فيروس. حنعمل سلسلة حلقات اللي نحكي فيها عن هذا الموضوع، بس كما أنتم بتعرفوني حأحكي عليها من طريقة غير عن اللي بيحكي فيها عادة بقية الناس، لأنه إحنا زي ما عم نحكي إنه إحنا بدنا ننشر وعي وثقافة. الوعي والثقافة والإدراك هاد لازم يكون على مستويات مختلفة ومستويات عالية. اليوم أنا هحكي عن موضوع واحد في هاي الحلقة. الموضوع هاد بدي أحكي فيه عن المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمسؤولية الأخلاقية كمان. أنا كتبت هون كم نوت، خليني أبدأ. أنا استنيت شوي قبل ما أعمل هذا الفيديو وأحكي معاكم علشان أشوف كيف الناس عم تتفاعل وبتتعامل مع الظروف الصعبة اللي إحنا عم نمرق فيها. اللي لاحظته إنه في هذا الوقت في كتير أفراد لسه مش باخد الأمور بجدية. في كتير من الناس عم بيقولوا إنه هن ما حيردوا ليعجلوا حالهم أو يلغوا الالتزامات والحفلات اللي عاملينها في حياتهم. أظني اليوم بعد إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو، في مقاطعة أونتاريو بكندا، أظني صار لازم إحنا ناخد الأمور بجدية أكتر من هيك. في احتمال كبير كمان إنه من يوم ليوم عم بتصير تطورات جديدة، ويمكن الأمور تتطور كمان أكتر علشان إحنا نحتوي هذا الوباء تبع الكورونا فيروس اللي هلأ وصلنا بكندا. هيدي واحدة من الأشياء. اللي كمان لاحظته إنه عنا بالمجتمع العربي لسه إحنا ما عم ناخد الأمور بجدية تامة. قاعدين منطلع منروح على المقاهي ومنعمل الحفلات ومنجتمع مع بعض. ما في إشي غلط في هذا الحكي بالأحوال العادية. إحنا هلأ عم نمر بظروف غير عادية وظروف قاهرة كمان، والظروف اللي عم نمرق فيها مش بس بتأثر علي أنا ولا عليك أنت ولا عليكي ولا على أولادك، بتأثر على المجتمع عامة. فعلشان هيك أنا اليوم بدي أحكي على المسؤولية الاجتماعية اللي هي كل شخص فينا مفروض يتحمل هاي المسؤولية، ولازم يعمل حجر صحي لحاله وما يطلع ويجي، لأنه بالآخر بعدين إذا ما في تطور ونتيجة للي عم تعملها الدولة هلأ، الخطوات اللي عم تاخدها، ذن هتاخد خطوات أكبر ونصير كمان محجورين أكتر بالبيت وما نطلع منه لفترة أطول. هلأ إحنا عارفين إنه هذا الفيروس عم بنتقل بسرعة كبيرة، قاعد بتضاعف كل يومين أو أربعة على حسب وين الفيروس والمنطقة اللي موجود فيها. في أعداد كتيرة من الناس قاعدة عم تمرض، وأعداد كتيرة كمان مش عم تمرض، فهي حاملة للفيروس بس ما عم بتبين عليها الأعراض تبعت المرض. في هيك حالة هلأ لما أنا بطلع برا وبروح بعمل بأرجل وبطلع حفلات وبروح على المولز وبعتبر إنه هاي كأنها إجازة بدل ما هي تكون حالة طوارئ، ذن أنا مش بس إنه أنا مو متأثرة، بس أنا بتعامل بالمجتمع اللي حوالي مع أشخاص اللي هي هاي كمان ممكن تتأثر فيها.
هلا اذا ما بدنا نخاف على حالنا، نخاف على الناس اللي حوالينا، الكبار بالعمر، الناس اللي الاميون سيستم تبعهم كومبرومايزد، الناس اللي عندها حالات مرضيه مزمنه مثل القلب والسكري. هدول الناس ما بيقدروا بجهاز المناعه تبعهم يقاوموا المرض. فاحنا هلا ايش بصير؟ بصير علينا مسؤوليه. المسؤوليه مش انه والله انا بس انه انظف ايدي واني اجمع اكل واشتري اشياء اللي بدي اياها لإلي ولعائلتي، بس كمان المسؤوليه بتمتد لاكثر من هيك. احنا كشعب عربي موجود في الغرب او حتى في بلادنا، مفروض احنا نرقى بمستوى التفكير تبعنا لمستوى اعلى من هيك، ونكون عضو أساسي وفعال في المجتمعات اللي إحنا عايشين فيها. وهاي بالآخر بتعكس على ثقافتنا، كيف إحنا كعرب كمسلمين كمن أصول عربية أي مكان كنا، إنه بتعكس كيف إحنا نتعامل وكيف ثقافتنا وكيف إحنا عم نساعد بالمجتمعات اللي إحنا عايشين فيها. إحنا نقلنا على الغرب علشان إحنا بدنا حياة أفضل لأولادنا، وبدنا حياة إن هي نوصل فيها للأشياء اللي بدنا إياها. فأول الأشياء اللي لازم نعملها إنه إحنا نلتزم بقوانين تبعت البلد اللي إحنا عايشين فيها. فلما الهيلث اوثوريتيز، لما عندنا مثلا بابليك هيلث كندا، بتقلنا انه انتم ما تطلعوا، ما تروحوا في تجمعات كبيره، منروح احنا منطلع ومنروح منضلنا زيارات ومنضلنا نعمل حفلات. طيب هذا الحكي مش كويس لا لنا ولا للناس اللي حوالينا. فهاي المسؤولية تعتبر بالنسبة لي مسؤولية شخصية لكل فرد موجود بالمجتمع، وهذا وطن بدي احكي انه it's a civil انه واجب وطني علينا كلياتنا انه احنا نعمل هاي الشغلة. هلا الشغلة اللي لازم نفهمها مزبوط انه حتى لو في هلا تشخيص للمرض، وحتى لو شخصنا شخص بانه عنده هذا الفيروس، ما انتم عارفين عبما توصل النتائج تبعت الفحوصات حتاخذ وقت، وهذا الشخص ممكن يكون حامل للفيروس وقاعد بيمشي بالمجتمع وبيطلع برا وبروح على الجروسري ستور وبروح زياره وبروح على ما بعرف وين كمان يعمل المشاوير تبعته. باي ذا تايم الحكومه تجيها التقرير ويرجعوا يحكوا معه، طب انت وين رحت؟ وين كنت؟ وين مع مين حكيت؟ مع مين سلمت على مين؟ هذا الحكي حياخذ وقت. طب هالكم يوم اللي عبام يعملوا فيه هاي التحقيقات ويسالوا الاسئله ويعرفوا وين مصدر الفيروس، ايش صار؟ هلا بدل ما احنا كنا قاعدين بالبيت وقاعدين بس لحالنا مع عائلتنا، قمنا طلعنا برا ونقلنا هذا الفيروس اللي احنا حاملينه لأشخاص كتيرة بالمجتمع. فعشان هيك الله يرضى عليكم، خلينا بس هي فترة وبتعدي، أزمة وإن شاء الله بتعدي على خير. وبعدين احنا إذا ما بدنا نسمع كلام الوزارة تبعتنا وكلام الدولة تبعتنا، طب ما نرجع للأديان تبعتنا. الأديان كلها بتحض على إنه احنا نكون كلنا إيد واحدة. طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام حكى عن هذا الحكي، حكى إنه كيف كلياتنا نكون إيد واحدة، إذا إحنا كنا زي الجسد وإذا تداعى منه عضو تداعى له كل سائر الجسد بالسهر والحمى. الرسول يعني كان بيحكي بس على الفيزيكال بادي؟ لا، إحنا بنعتبر المجتمع تبعنا كلياته كجسم واحد، وإذا فرد منه نعتبر كل عضو بالمجتمع كأنه عضو بالجسم تبعنا. فإذا في فرد مرض أو فرد صار له إشي، دان إحنا كلياتنا حنتأثر. وهاي هي again الـ responsibility، social responsibility. طيب إحنا أنا سمعت إشياء كمان كتير، الناس بقولوا إنه إحنا نضاف وإحنا مضل نغسل وإحنا ما عنا هذا الحكي.
طيب يا عمي صح، احنا ما عم نقول انه احنا مش نضاف، بس هلا اجى الوقت اللي احنا لازم نلتزم اكثر بالنظافه تبعتنا، انه احنا لازم نكون حذرين. الناس اللي حوالينا يمكن ما يكون عندها نفس الستاندرز اللي احنا بنحكي فيها، ما بنعرف هيدا الانسان حكى مع مين، كان فين، هل حامل للمرض ولا لا. فاحنا كمجتمع علينا كلياتنا انه نتحد في هذا الوقت الصعب والأزمة هاي اللي عم بمر فيها، مش بس إنه عنا بكندا ولا بأونتاريو، بالعالم أجمع، ونتحد كلياتنا لأنه مستقبل الأرض ومستقبلنا كإنسانية بعتمد على إنه إحنا نرقى بأسلوبنا وبرقينا وبتفكيرنا وبوعينا وإدراكنا لمستوى أعلى من اللي إحنا هلأ عم نتعامل فيه. الأمور جدية ما فيها مزح، ولازم إحنا نرتقي لهذا المستوى. المسؤولية مسؤولية الجميع ومش مسؤولية شخص واحد. وبالآخر نفكر بالناس الكبار بالعمر، بأهالينا، بأجدادنا، بجارك الكبير بالعمر، برفيقك، بكل الناس اللي ممكن تمرض بس علشان إحنا ما تحملنا هاي المسؤولية وقاعدين وطلعين وجايين ومنروح كأنه ماخدين إجازة، والوضع هو مش إجازة أبداً. طيب هيدي حكاية المسؤولية الاجتماعية. الشغلة الثانية اللي أنا بدي أحكي فيها اليوم، وما أظن كتير ناس بتحكي فيها الشغلة هاي، إنه إحنا عنا التزام أخلاقي. إذا ما في، ما بدك يا أخي بالمجتمع وتلتزم بمسؤولية الاجتماعية، ذن إحنا عنا التزام أخلاقي. At the end of the day أنا مسؤولة كأخلاقياً، كأثيكس، مورالز، اللي هي إحنا شو إحنا أخلاقياتنا، إنه إحنا نفكر بالناس الثانية. أنا هديك اليوم قريت بوست على فيسبوك اللي كتير يعني أزعجني، لما كان في أب عم بيبكي بالوالمارت ورايح بده يجيب حليب فورمولا لابنه اللي عمره 4 شهور، وقاعد يبكي لأنه الأرفف كلها فاضية. طيب هلا كم تويلت بيبر بدنا، كم سانيتايزر بدنا، كم علبة أكل بدنا؟ يا عمي احنا ما عم نحكي لشهور، الشغلة كلياتها كم اسبوع. اذا كلياتنا التزمنا وقعدنا بالبيت هال 3 weeks، يمكن ماكسيموم شهر اتليست، عشان نوقف من انتشار الفيروس هاد، ذن كلياتنا ان الله راد بنرجع مرة تانية لأعمالنا. يعني قد ما هي صعبة كتير انه حياتنا كلياتها توقف وتنقلب وتتغير لحياة جديدة، احنا كمان لازم نلتزم بكمان اخلاقنا وايش احنا بتحبنا على انه نعمل. يعني ما في داعي احنا نروح وناخد 100 مليون علبة سانيتايزر ولايسول وكلينكس وتويلت بيبر وكيتشن تاول وكل شيء، وبعدين الشخص اللي جنبي يجي وما يلاقي اشي. طب ما هي في ناس ما قدرت يمكن تطلع من البيت بالوقت المناسب، ناس كانت مريضة، في عندك ناس ما فيها تطلع بالزحمة، عندك ناس على الويلتشير. فعم نحكي يعني في كتير أوضاع إنه إحنا مفروض كأخلاقياً نرتقي كمان بتصرفاتنا ونفكر بالناس الثانية. هذا الوقت اللي لازم نتكاتف فيه، وقت نسأل فيه عن بعض، وقت حدا عنده بيبي نسأله عندك دايبرز، عندك فورميلا، عندك فود فور ذا بيبي، عندي اكسترا بعطيك يا عمي، أنا حدا عندي، أنا رجال عجوز، ست عجوزة، جارتي، جاري ما قادرين يطلعوا، كيف إني أنا أساعدهم؟ عندي إكسترا فود بعطي أنا، أي شير، ما نقص مال من صدقة. يعني الواحد هاي كلها صدقات اللي بتعملها، إن كان صدقة تسأل عن جارك، إن كان صدقة إنك تتبرع بمال، الصدقة إنك أنت كمان إنك تخلق مجتمع حواليك، مجتمع قوي اللي يقدر يكافح المرض اللي هالموجود فيه. ايش بدي احكي انا كمان، انا خلص انا ما بدي اطول عليكم، بس بالاخر بدي اقولكم انه شفتوا شاين،
كمن ضمن الفعاليات تبعتها والمسؤولية تبعتها، سنس انه احنا كلياتنا هلا قاعدين بالبيت وما فينا نطلع وعندنا حجر اجباري، احنا اللي قررنا نعمله انه احنا نساعدكم ونوقف جنبكم وندعمكم بهذا الوقت الصعب. الطريقة اللي حنعملها انه احنا حضرنا فورمز وانا ححطها تحت على بالدروب داون باليوتيوب وبالسوشيال ميديا كمان، انه في رابط بتضغطوا على هيدا الرابط وبتسالوا الاسئله اللي انتم بدكم اياها، ان كان اسئله صحيه، ان كان اسئله معنويه، ان كان اسئله على الاسره، ان كان اسئله على الاولاد، ان كان اسئله على اي شيء، خوف، ان كان عندك سؤال، اي شيء بخطر على بالك، وحتى لو ما عندي الاجابه حاجيب لكم الاجابه. فاحنا الهدف انه اجين ننشر وعي، نحكي بمعلومات دقيقة وصحيحة وفعلية بدل المعلومات اللي عم تنتشر على السوشيال ميديا اللي هي مش حقيقية وعم تنشر مور خوف وهلع بالمجتمع. الشغلة الثانية كمان انه بدي لكم اياها، انه لما بتعبوا الفورمات هاي الفورمز عنا حاملين واحد احنا بالعربي وواحد بالانجليزي، الفيديوز حتطلع بالعربي وبالانجليزي بيزد على الكويشنز، اللي بيسال عربي حنجاوب عربي، اللي بيسال انجليزي حنجاوب انجليزي. والطريقه اللي حنعملها انه اسمك ما حيبقى محطوط، ما حيبقى معروف ولا حينقال باي مكان، عشان تحسوا بامان انه تسالوا الاسئله اللي بدكم اياها. احنا حنحاول اذا في اي اشي تاني كمان ممكن، اذا عنا القوة البشرية انه احنا نقدر نساعد بطريقة فعليا على ارض الواقع، كمان هاي شغلة عم نشتغل عليها، بس لانه هلأ قدراتنا محدودة ولانه ما فينا نطلع ونتحرك بحالة الطوارئ اللي موجودة عنا بأونتاريو، فقررنا انه نروح اونلاين ونعمل كل اشي على السوشيال ميديا واي بلاتفورم من هاي البلاتفورمز علشان احنا نقدر ندعمكم. فبس انا حابة لكم تضلوا تابعونا، شاركوا بالقناة، شاركوا الفيديوز عشان الناس تستفيد من المعلومات هاي، واذا عندكم اي سؤال او اي حدا عنده اي سؤال يبعث لنا وحنجاوبها بتتابع الاسئلة اللي عم تيجي. والحلقات الجاي حيكون في اشي حكي على الصحة، على التغذية، على العواطف، على الانرجي ميديسن. احنا هنعلمكم طرق كيف انتم ممكن تخلوا الطاقة تبعت الرئة اقوى علشان تقدروا تقوي الاميون سيستم كمان تبعكم، جهاز المناعة. حنحكي بمواضيع مختلفة، حنحكي بالانرجي ميديسن، حنحكي بالطاقة تبعت السنة، تبعت الفيروس، تبعت كل اشي، الدروس اللي عم نتعلمها، نحكي بالمنتال هيلث، عم نحكي على موضوع العقل كمان، كيف انه هاي الأزمة عم بتأثر على تفكيرنا العقلاني، هاي الأزمة كيف بتفكر بأولادنا، كيف بتأثر على أولادنا، كل هيدا الحكي حنتطرق له في الحلقات الجاي. فعلشان هيك أنا بطلب منكم تضلوا تتابعونا، تشاركوا بالمحطة، تعطونا thumbs up if you like الفيديو، خلينا نشتغل عن جد كمجتمع ونحط كلياتنا إيدنا ببعض علشان نقدر نوصل لحل إن الله راد اللي هو يساعدنا كيف نمرق بهاي الضغوطات. الأمور خارجة عن إرادتنا، علشان هيك إحنا لازم ناخد سيطرة على عالمنا الخاص، إن كان علينا كأشخاص أو على مستوى العائلة أو على مستوى الكوميونيتي الصغير اللي إحنا منعيش فيه. شكراً كتير، وإن شاء الله بشوفكم على خير بحلقة جديدة. والمرة الجاي شكلنا حنحكي على التغذية، لأنه أنا عم بقرأ كتير أشياء الناس عم تحكي فيها على شو يشربوا شو يأكلوا وكيف إنه ممكن يمنعوا هذا الداء. الوباء هاد ما إله حل لسه، ما عنا إله تطعيم، وفي أكتر من شغلة ممكن نعملها بالوقت الحالي اللي هي preventative measure اللي هي تحمينا، وقاية. مش إحنا كمان منقول الوقاية خير من العلاج؟ ف
فعلشان هيك ان الله راضي تضلوا كلكم دايما سالمين وبصحة وعافية، وديروا بالكم على اهاليكم واولادكم، وان شاء الله بشوفكم على خير اذا كان لنا بالعمر بقية، وكلياتنا نعيش بخير وسلام. يلا الله معكم، وان شاء الله بشوفكم على القريب. شكرا كتير، مع السلامة.